بانكوك مدينة الملائكة، المركز السياسي والثقافي لتايلاند. احتلت المركز الأول للسياحة في العالم عام 2013. تستقطب سنوياً 10 ملايين زائر. أجواء احتفالية ومعابد ضخمة وتماثيل من الذهب الخالص تنتظرك في بانكوك. القصر الكبير، واحد من أجمل القصور في العالم، يشتهر بتمثال بوذا الزمردي الذي جعله المكان الأول للزيارة في قائمة السياحة في بانكوك. المتحف الوطني في بانكوك يعرض فيه تاريخ المملكة والتراث التايلاندي بما فيها الأزياء التقليدية والآلات الموسيقية، ويوفر المتحف مرشدا سياحيا يشرح تاريخ المعروضات. معبد بوذا المتكئ، أكبر وأقدم معبد بوذي في بانكوك. أهم تماثيله بوذا المتكئ، مبني من الإسمنت ومغطى بالكامل بطبقة من الذهب. المراكب الملكية في تايلاند الموجودة في تشاو فرايا، سفن فريدة من نوعها كانت تستخدمها العائلة الملكية. اركب المراكب الموجودة على ضفة النهر واستمتع بمشاهدة المراكب. عالم سيام المائي، أكبر حوض مائي في جنوب شرق آسيا. تبلغ مساحة الحوض 10,000 متر، ويضم أنواع نادرة من المخلوقات البحرية والأسماك. من أهم المتاحف في بانكوك متحف الفيلة الملكية، يعرض أهمية الفيلة في الثقافة التايلاندية، ومتحف المدينة القديم، ويعرض مجسمات لمدن مملكة تايلاند القديمة. لمزيد من المعالم السياحية في بانكوك قم بزيارة موقعنا. يمكنك زيارة بانكوك على مدار السنة، فدرجات الحرارة ثابتة، يستثنى شهر سبتمبر لتساقط الأمطار بغزارة. أما عن وسائل المواصلات في بانكوك، هناك الحافلات أكثر الوسائل شعبية وتتميز بأسعارها المعقولة. يمكنك تأجير سيارة، ولكن يفضل أن تكون مع سائق يعرف المدينة جيداً. يستخدم التاكسي بكثرة من السياح، ومعظمهم بها عداد، وفي حالة عدم وجود عداد قم بالاتفاق مع السائق على الأجرة. قطار بانكوك المعلق، ويتميز بنظافته ودقة مواعيده وكذلك أسعاره المعقولة، بالإضافة إلى مترو الأنفاق والتوك توك. تنتشر المطاعم الحلال في بانكوك، ومن أشهرها مطعم عائشة رشدي، ومطعم حميدة، ومطعم شهرزاد، ومعظمهم يتواجدون في شارع نانا، حيث تكثر فيه المحال العربية وأسماء المطاعم المكتوبة باللغة العربية. من أهم مراكز التسوق في بانكوك مجمع مولات بانكوك، وهو من أرقى المراكز التجارية فيها. تعرض فيه المنتجات من الماركات المحلية والعالمية. ساحة سيام بانكوك سوق كبير، فيه تعرض الأزياء والإكسسوارات التايلاندية والعطور، وكذلك أسواق بانكوك الليلية التي توفر خدمات للسياح حتى الساعة 11 مساء. بعد أن استمتعنا بجولة في بانكوك، لا تنسى عمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة.